كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدلات بطالة المرأة في المملكة خلال عام 2022، حيث أتى هذا الانخفاض نتيجة التوسع في المشاركة الاقتصادية للنساء وزيادة معدلات توظيفهن في مجالات مختلفة. وقد شهد سوق الأسهم إقبالا كبيرا من النساء في الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد المستثمرات السعوديات في سوق الأسهم في عام 2021 أكثر من 1.5 مليون مستثمرة، وهو الرقم الأعلى من العامين السابقين 2019 و2020. للتعليق والنقاش معنا عبر السكايب الكاتبة الاقتصادية ريم أسعد. سيدة ريم، أهلا وسهلا بك معنا في نشرة النهار. بداية، ما هي أسباب انخفاض معدلات بطالة النساء في السعودية برأيك؟ بشكل عام، أول شيء السلام عليكم ومرحبا بالسادة المشاهدين. ارتفاع معدل توظيف المرأة وإعمال المرأة في الاقتصاد طبعا سببه الرئيسي شغلتين: اتساع استقبال القطاعات الحكومية لها بمختلف أنواعها، بمختلف الوزارات الهيئات وما إلى ذلك، والشيء الثاني هو زيادة معدلات إعمال القطاع الخاص للمرأة. هذا المسار بدأنا فيه منذ حوالي 10 سنوات ومستمر، ولو أكملنا في هذا الاتجاه سيصل معدل توظيف واستخدام المرأة في القوى العاملة إلى معدلات أكثر. وللمعلومية، هو وضع يعني انخفاض البطالة تفاق المعدلات المستهدفة بحلول عام 2023. بس خليني بس أأكد لكم، تعريف البطالة غير مشاركة المرأة في القوى العاملة، بمعنى أن البطالة هي معدل يعني عدم الاستطاعة الحصول على عمل للباحثين عن عمل. أنا أشوف النسبة الأهم منها هي نسبة المشاركة في القوى العاملة أو الـ Workforce Participation. فطالما زادت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، سيزداد تلقائيا معها معدل التحاقها بسوق العمل، وبالتالي تراجع معدل البطالة. طيب، كيف استطاعت المملكة خفض نسبة بطالة النساء؟ أولا، كان في الإرادة والعزيمة السياسية متمثلة في حكومتنا رشيدة، وطبعا رؤية 2030 بقيادة سمو ولي العهد كان لها الأثر الأكبر في القفزة الهائلة التي حدثت في السنوات الأخيرة وفاقت كل التوقعات على الصعيد المحلي والصعيد الدولي. تم استخدام خريجين وخريجات المملكة بشكل وتوظيفهم بشكل أفضل من ذي قبل. فكانت رؤية سياسية، رؤية اقتصادية، رؤية مجتمعية، وممكن نقول عنها شراكة القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني. هذا الثلاثي تسبب في ما نراه الآن من ازدهار اقتصادي، خاصة في اقتصاديات المرأة. طيب، الآن يعني ما هو وضع المرأة السعودية في سوق العمل؟ اليوم نرى خريجات معدل انتظارهم للحصول على وظيفة أقل بكثير من قبل. يعني أول كنا نشوف سنوات انتظار، الآن لا تتجاوز شهور. طبعا أنا أتكلم بشكل عام. أيضا الكليات والمعاهد والجامعات اليوم أصبحت تحسب حساب سوق العمل عند افتتاح أقسام جديدة أو دعم الأقسام الموجودة حاليا وتحسينها بما يوائم سوق العمل. فصاير في نهضة على مستوى القطاع الخاص أيضا، بحيث أنه دائما يفكر: هل أفتتح هذا القسم؟ هل أستقدم مدربين أو أساتذة بحيث أنه أدعم سوق العمل؟ فأصبح في توائم، وهذا ما كنا نشكو منه كثير في السابق، الآن بدأنا نشوفه، يعني نشوفه يتعالج ويتحقق. هذا يعني بالنسبة لوضع المرأة حاليا، أنا أشوف أنه وضعها إيجابي. نقطة أيضا كنت بتكلم عنها، اللي هي أثر هذا كله على اقتصاديات المرأة وعلى وضع المرأة في السعودية. طيب، فما أدري هل هذا كان سؤال عندك على ما أعتقد، صحيح. على حسب ما وصلني. طيب خليني أقول لك، هي في أربع، يعني نلخصه في 4 نقاط. النقطة الأولى هي رفع القوة الشرائية. ما هي فائدة أن يكون المرأة يعني منخرطة في سوق العمل؟ رفع القوة الشرائية
الوطنية داخل المملكة، يعني ما كان يصرف خارجا بسفر أو ما كان لا يصرف أصلا لأنه غير موجود، أصبح الآن موجود وأصبح ينفق إلى حد كبير محليا. فحتى اليوم نشوف توجهات السفر للاستمتاع، للتجارب، للإكسبيرينس أكثر من للإنفاق والشراء وما إلى ذلك. النقطة الثانية أيضا هي الإنفاق المحلي حتى على مستوى العقار، تنشيط سوق العقار. كثير من المبيعات العقارية الآن أصبح نرى أسماء نسائية فيها يمتلكن المنازل، سواء كان بهدف السكن أو بهدف التأجير، بهدف الاستثمار. النقطة الثالثة هي تحسن معدلات الادخار، وبالتالي الودائع البنكية المملوكة للسيدات، وهذا ممكن حتى أرقام سامة البنك المركزي تؤكد عليه. النقطة الرابعة اللي هي الاستثمار، أيضا أصبح فيه اهتمام كبير بالاستثمار سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، فنجد الكثير من المحافظ المحلية مفتوحة باسم سيدات. فهذه الأربع أشياء كلها يعني تحدث أثرا واضحا في الاقتصاد المحلي، سواء على مستوى تملك المنازل وانتعاش أو إنعاش الحركة العقارية وإنعاش سوق الأسهم والأصول المالية المحلي بدلا من إعمالها في الخارج. أصبح الآن الإقبال على الاستثمارات المحلية، ولو نلاحظ الآن حتى تواؤما مع سوق الأسهم المحلية وسوق الأدوات المالية الآن أصبحنا نرى تنوعا، فهذا كله فيه استقطاب لأموال محلية. الآن زيادة معدل استثمار المرأة في كل هذه الأصول وهذه الأسواق المحلية زاد بفضل انخراطها في سوق العمل. اليوم يجوني كثير من السيدات اللي هم ملتحقات بسوق العمل مؤخرا يقولوا أنا اليوم بدأت وظيفة جديدة، كيف أقدر أدخر؟ واحد الودائع، وكيف أقدر أستثمر؟ ثانيا استثمارات السوق نعم المحلي. فهذه كلها عوامل نحطها مع بعض نجد صورة جديدة مختلفة لاقتصاد المملكة. شكرا، شكرا جزيلا لك ريم أسعد، وأنت الكاتبة الاقتصادية كنت معنا عبر سكايب.